الإسلام أراد أن يقف أمام هذه الرؤية الخاطئة، وهي أن النسب ليس هو كل شيء. صحيح للنسب أهمية وللنسب كمال وشرف، ولكن لا يمنع، لا يعني مع أنه يقاوم بقية المواصفات والخصائص الأخرى. فلو دار الأمر بين النسب وبين الإيمان، أيهما يقدم؟ يقدم الإيمان لا يقدم النسب. لو دار النسب والتقوى، أيهما يقدم؟ التقوى. لو دار النسب والعلم والفضيلة، أيهما يقدم؟ العلم. إذن ليس المدار هو دائما النسب، وإنما لابد أن نجعل الكفاءة هي الكمال. ولهذا جاءت الروايات التي تؤكد على هذا الأمر: المؤمن كفء المؤمنة، المسلم كفء المسلمة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وغير ذلك من النصوص اللي تريد تأكد على أن الكفاءة النسبية ليست هي دوما شرطا في هذا الأمر، وإنما الأمر هو الإيمان والتقوى قبل كل شيء. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكسر هذا الأمر عمليا، مو فقط بالخطاب وبالكلام، وإنما قام بهذا الأمر بعمل من أقرب الناس إلي، من أقرب الناس إلي ابنة عمته أميمة، وهي من العائلة الهاشمية القرشية بنت عبد المطلب، من أعالي ماذا؟ الأنساب. ومع ذلك زوجها من زيد الذي هو عبد معتق عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وليست هذه المرة الأولى، بل قبلا أيضا قال زوج المقداد بن الأسود أيضا، وهو قليل النسب من أرفع منه. كذلك تزوج جويبر وهو كان عبدا سودانيا وكان ذميم الخلق أيضا، ومع ذلك زوجه من بنات الأشراف والأنصار ليثبت أن المعيار هو الإيمان والتقوى والتدين هي قبل هذه الأمور. وهذا درس لا بد أن نستفيد منه في واقعنا العملي، وهو في موضوع المصاهرات والتزاوج، أن لا نجعل فقط النسب هو أمام أعيننا فقط، لا، وإنما لازم أن نراعي الكمالات الأخرى، وأن لا يكون هناك نوع من التعصب والتمسك بالقبلية وغير ذلك. هذا أمر مؤسف، والمؤسف الآن أن تجد كل عائلة ترى نفسها أفضل من الأخرى، كل عائلة تشوف روحها هذا ما يدخل فينا، ولا شنو يعني، من أين يعني أنتم نزلتم من السماء، من الملائكة، من كذا؟ وقد تجد لا تجد ميزة، لكن كل يعتد بنسبه وقبيلته. بل أدى الأمر أن عائلة واحدة انشق فيها فخذان، وهم من عائلة واحدة من مسمى، قالوا له هذا من فخذ فلان وهذا من فخذ فلان، مع أنهم يرجعون إلى قبيلة واحدة. هذا أمر مذموم عند الإسلام ولا يقبله الإسلام.